يعتبر سد إيزيات من أهم المنشآت المائية في الحوض المائي لتنسيفت بجهة مراكش السفي، وهو يتواجد بالمنطقة الترابية لجماعة تيدي المسفيوة بإقليم الحوز، ويبلغ حجم الحقينة حوالي 186.5 مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحقينة حوالي 992 هكتار مع تدفقات مائية سنوية حوالي 110 مليون متر مكعب. نسبة تقدم الأشغال حوالي 66%. ستنتهي أشغال سد إن شاء الله نهاية سنة 2025 عوض سنة 2027 المتعاقد عليها، وبذلك يكون تم تقليص حوالي 20 شهرا من مدة الإنجاز. الأهداف المتوخاة من السد: أولا تزويد مدينة مراكش بالماء صالح للشرب، وكذا ري الدائرة السقوية لدائرة الحوز، وكذا حماية سافلة السد من الفيضانات، كما مكن بناء السد إيزيات من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال خلق أزيد من 450 ألف يوم عمل. مميزات السد: أولا يوجد هناك سد رئيسي الذي نتواجد عليه، وهو سد ترابي يبلغ علوه 71 متر وطوله عند القمة 752 متر، ولبناء هذا السد وجب وضع 5.6 مليون متر مكعب من الردوم. كذلك يوجد عدد من المنشآت الملحقة، كذلك يوجد 3 مآخذ للمياه صالحة للشرب ومآخذ لمياه السقي. خلال إنجاز عملية إنجاز بناء السد يتم تركيب عدد من المعدات التي تمكن من مراقبة عمل السد بصفة لحظية ودائمة،